السكون ده خروج المات عملوه تقريبا بالكامل السنه اللي فاتت بشكل عباره عن كتله غير متميزه، بيخش فتره السكون وبيخرج من فتره السكون وهي من 4 أكتاف يكمل 10 أكتاف، وبعد برضه فتره الخروج العين مباشره يبدا يكمل الانتصارات بتاعته بشكل كويس. اذا احنا العنقود مش مكتمل في مرحله الشتاء، لسه بيكمل شغل بتاعه. فاذا لو درجات الحراره عندي مرتفعه جدا بلاقي تملي كواليتي العنقود بتاعي بيطلع قليل. يمكن لو حضراتكم تلاحظوا في اغلب الصور في السنين اللي فيها درجات حراره عاليه حضراتكم بصوا جوده عنقود العنب اللي طالع عندي بيبقى عامل ايه؟ الجوده بتبقى منخفضه شويه. طب لما نيجي نبص العنقود خرج في الظروف الطبيعيه وترش متاخر وخرج في الميعاد الجوي المعتدل، كواليتي العنقود بيبقى عامل ايه؟ افكركم برضه في 2017 ان جوده عنقود المكشوف ما كانش فيه اروع من كده، لان احنا عدينا على موسم كان بارد جدا، وبعدين فتره خروج المراعم كان فيها اعتدال في درجات الحراره. فاعتقد ان احنا في طريقنا في موسم 2019 لنفس الوضع بالظبط، ولكن مع يعني بنقول ان الاكسبشن او الاستثناء اللي هو بتاع الناس اللي رشت في نص 12. بعض الناس اللي رشت في نص 12 كان عندنا النهارده مشاكل كتير، ويمكن زي ما الباشمهندس عصام تفضل وقال على موضوع درجات الحراره والتهليه البروده والكلام ده، لو حضراتكم تلاحظوا ان في شهر 12 الدنيا ما كانتش حلوه خالص. احنا تجميع البروده كان اكتر من 80 ساعه برد في 10 12 يوم بس، اللي هم بتوع اول شهر يناير. فبالتالي اعتقد ان حب الاسباب وركز في الفتره الاخيره لرش الميكس كواليتي العمود والناس اللي بتخرج العين عنده هتبقى مختلفه خالص عن المستعجل. الحاجه الثانيه الاشجار القويه هيكون تحملها اكتر زي ما الناس احمد قال، يعني اذا الاشجار اللي كانت مش متحمله السنه اللي فاتت محصول كتير توقعوا السنه دي والمحصول بتاعها هيبقى كمان مختلف عن اطنان عاليه. ولكن هنا الخطوره وهنا اللي اوريه لحضراتكم دلوقتي. العنقود بيكمل النمو والتطور بتاعه يمكن بعد يعني يمكن 12 يوم قبل خروج العين، وبيكمل لحد النمو والتطور بتاعه لمده 15 يوم بعد كسر السكون وخروج العين. في كثير من العوامل بتؤثر على الخصوبه، ولكن اللي يحضرني فيها المهمين منها خالص الحاجات اللي احنا كلنا اتكلمنا عليها كتير جدا اللي هو الصنف والجبرالين وكميات الجبرالين السنه كانت عامله ايه؟ اخرس المراعم والتعطيش والاحمال الزايده، واركز على المهم اللي ممكن يواجهنا السنه دي اخبار انخفاض درجات الحراره في وقت خروج العين. الدنيا عامله ايه؟ ظاهره الصقيع اللي هي تبين ظاهره الصقيع بنشوفها في المغطي ولا في المكشوف؟ في المغطي. ليه في المغطي؟ تجمع في تبريدات، في درجات حراره بالنهار عاليه ودرجه حراره منخفضه بالليل، ده بيمثل اجهاد على النبات. اذا اي انخفاض شديد في درجه الحراره بعد كده بيؤثر سلبا بنوع من نمو البرامج. زي ما الناس احمد قال لحضراتكم فعلا الخليه عامله عازل لنفسها او البرامج اللي اسف عامل عازل لنفسه في مرحله الشتاء، وعامل كانه وحدات كل وحده مستقله بذاتها، كل واحدة مستقلة عشان لو حصل ضرر للنبات يحصل في الجزء وما يحصلش في الكل. الإجهادات الحرارية صار الارتفاع المخاطي دي أكثر حدوثا كان في المغطي، عشان كده تملي المغطي بيحصل فيه الظاهرة دي أكتر. الحاجة المهمة إن المغطي تملي بيكون حركة الهواء فيه أقل جدا. صح؟ وبالتالي الكتل الهوائية الباردة اللي ممكن تنزل في مكان زي كده وما تتحركش وبالتالي تأثير السلبي يكون تأثير عالي. فترة خلاص بدأ خروج العين هنخاف جدا إن إحنا درجة الحرارة تنزل عن 5 مئوي، عند صفر مئوي النبات هيتأثر بشدة، في حين إن إحنا في فترة الشتاء كنا بنقول العنب ما بيتأثرش مسالب 7 مفيش تأثير خالص، ومسالب 20 ممكن يموت بحد أقصى 50% من البراعم. ولكن في وقت خروج العين مرحلة حساسة بدأت الخلية تستقبل كمية مية أكبر، بدأت تفك المية المرتبطة مع
فبدأت تبقى نقطة حساسة أو نقطة ضعف بالنسبة لشجرة العنب، فتأثرها في الحالة دي يكون عند درجة حرارة مش تحت الصفر، لا ده ممكن تكون فوق الصفر. تمني التحمل بيكون من القوي يتحمل أكثر، يعني بقول النهاردة الطراح الشتوي يتحمل لكن النمور الخضر الحديث لا يتحمل. الاثنين لو تعرضوا لنفس درجة الحرارة وليكن صفر مئوي ده مش هيتأثر خالص، على العكس هيبقى في استفادة، في حين النمو الخضري هيتأثر تأثر شديد. درجة الحرارة وقت خروج العين زي ما قلت لحضراتكم لو مرتفعة جدا أو في ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في الصوم، نلاحظ إن عدد الأزهار والنورات الزهرية اللي موجودة في العنود الزهري بتاعنا هيكون قليلة مش هتكون كبيرة، في حين إن لما درجة الحرارة تكون معتدلة في وقت خروج العين عدد الأزهار والنورات الزهرية في عنود العين هتكون أكتر منهم. ألخص لحضراتكم مرحلة خروج العين إن إحنا قدرتنا محدودة كمزارعين على الطبيعة عشان كده يفضل بالنسبه لي ان انا ابعد عن العامل البيئي، خاصه لو رؤيه السنه بتقول ان في انخفاض شديد في درجه الحراره. انا مش قد درجه الحراره منخفضه جدا، ولكن هقول في حاجتين ممكن يساعدوني. واحد الصنف، لو الصنف بتاعي متحمل انخفاض درجات الحراره ممكن اغامر بيه، لو الغير بتاعي قوي بزياده ممكن اغامر بجزء فيه. بخلاف كده ما اخافش نفسي خالص في جزئيه ان انا اتحدى الظروف في البيئه. واقصد بكده ان الكوميكس وعمليه التقليم بتاعتي تكون متاخره وان انا اخرج في الجو اللي يكون معتدل. يعني السنه دي بعض الزملاء المستشارين سمعتهم بيقولوا احنا مش هنغطي غير عند وقت خروج العين. كلام محترم، كلام محترم جدا. الحقيقه في المناطق اللي تتعرض لصقيع يفضل تاخير التغطيه بالبلاستيك لحد خلاص الجرعه المعدية حضر. او الوسيله الثانيه ان انا اتمني احافظ ان ما يبقاش في تدينات شديده في وقت خروج العين. التدينات الشديده بتيجي منين؟ بتيجي برضه من ممكن انا كاستشاري اروح داخل المزرعه واقول للناس اقفلوا الصوت، ما تفتحوش الصوت خالص لحد ما العين تخطف. ده يعمل مشكله كبيره، وده عمل مشاكل كبيره كتير جدا مع كتير من المزارعين. فبالتالي مهم قوي اداره درجات الحراره تحت ظروف التغطيه. مع التغطيه ومع المناطق اللي فيها صقيع يفضل ما احاولش ان انا اقول ان انا قوي قدام حاجه اجنب مني بكتير، مش هقدر. فبالتالي الظروف البيئيه اقوى مننا، وبالتالي الافضل ان انا احاول اتحاشاها، احاول اتجنبها، اطلع في وقت يكون الغذاء بتاعي يقدر يقاوم عليه بشكل رائع. اثنين الدفاتر المرضيه والحشريه، مهم قوي اكون خاتم الموسم بتاعي السنه اللي فاتت باقل كميه بلد ثاني، باقل كميه تسييت ورق بدري. لو قدرت اعمل كده هقدر الغذاء تتحمل معايا فتره خروج العين وفتره الصحون بشكل جيد. ثلاثه اقدرتي لغير تسميد في مرحله ما بعد الحصاد مهم جدا، وفي مرحله الصحون لحد خروج الغابات مهم جدا. هل في تسميد في مرحله خروج العين؟ لا، بس في تغذية مهمة جدا في مرحلة ما قبل السخونة، في مرحلة الخريف، في مرحلة ما بعد الأطفال عن الموت. ودي خليني أكد تاني على النقطة اللي الأستاذ أحمد كان بيتكلم فيها، هي الجذور لما هتكون دافية هتساعدني في قوة الصقيع؟ هتساعد. كل ما درجة حرارة التربة هتكون عندي تقرب من 20 أو تزيد شوية، كل ما تحمل النبات يزيد لانخفاض درجات الحرارة. لا مانع، لا مانع، صح. مهندس عبد الرحمن بيقول لي معنى كده ان احنا ممكن نحاول نغفي حوالين البذور عن طريق المنش. جميل، بس الاسهل ان انا لما بحط ماده عضويه في التربه ايه اللي بيحصل؟ كائنات حيه بتشتغل، كائنات الحيه لما بتشتغل ايه اللي بيحصل؟ نشرات كائن حي في المكان ده ترتفع درجه حراره التربه، فبالتالي دي وسيله ان انا اقدر احافظ على درجه حراره التربه. النمو الخضري والجذري مهم جدا ان انا ما بغيرش في كميات الميه بتاعتي في مرحله الشتاء، وبالتالي اعفر بذور او اعطش نبات تمر بذور. الاثنين دول بالنسبه
بالنسبه لي مهمين جدا عشان يطوروا مشكله انخفاض درجات الحراره والاضرابات اللي ممكن تحصل طول السنه او مواطن واحد. بعد كده المعاملات الفنيه. قال عندي نبات في ظروف برد ولقيت النبات اصفر. اقرب النبات وابعد شويه وانتظر لحد ما نقطة انخفاض درجه الحراره عندي. الناس اللي بتتكلم لو سمحت عشان اركز مع بعض. ايه الاحسن؟ الاحسن بالنسبه لي وبالنسبه لشركة العنب ان انا كل ما هيكون عندي مصانع كتير كل ما هيكون عندي في ظل ظروف انخفاض درجه الحراره كميه بناء ضوئي وتمثيل غذائي قليل ومحدود. فكل ما يكون عندي نقط كتير في قلب الارض او عدد مواد خضراء اكتر كل ما تغلب النبات على المشكله هيكون ايه؟ اكتر. معنى كده ان انا هزيد اضرابه النمو الخضري لحد تحسن الظروف الجيده. طيب لو النبات عندي قوي ومفيش مشكله ممكن الظروف تشتغل. مهم جدا ان في موسم 2019 يبقى الكلام مختلف شويه لما اتوقع وده اللي هنقل عليه دلوقتي ان الاحمال هتبقى عامله ايه؟ والله لما بص للسنه اللي فاتت